طيب يا فندم، من الشأن المحلي للشأن الخارجي شويه، ايه دور البرلمان في الرد على حاله التربص بمصر فيما يخص ملف الحقوقي تحديدا؟ بنشوف بعض برلمانات العالم بتتجاوز تتدخل في الشأن الداخلي، يكون لها تحديات. بلا شك وجود دوله مؤسسات فيها مؤسسات زي البرلمان المصري ده هيكون ليه دور في الرد على الشبهات اللي بتثار ضد مصر، فراي حضرتك ايه في المساله؟ شوف، بلا شك يمكن انا مهتم بهذا الملف تحديدا، ان انا سافرت كتير جدا سواء امريكا او اوروبا، لكن احنا للاسف الشديد بنشتغل على هذا الملف بالقطعه او بنشتغل على 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 رد الفعل، وده امر محتاج يعني محتاج دراسة بتأني، محتاج تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في هذا الشأن، محتاج تكوين صداقات مع النواب والشعب البرلمانية في دول مختلفة، مش نركز على حتة واحدة فقط، لكن نركز يبقى في تنوع في الدبلوماسية البرلمانية والصداقات مع زملاء وأعضاء في البرلمانات النظيرة. أيضا محتاج أن أنت عندك خطة، يعني عندك خطة موجودة أن أنت في شهر كذا هتلتقي في دولة كذا، في شهر كذا هتلتقي في دولة كذا، وأتمنى طبعا أن يكون في الوفود اللي هتعمل الدبلوماسية البرلمانية أن يكون معظمهم من المعارضة، ولأن هيكون لها دور كبير في الحوار وأيضا نقل تصحيح الصورة في، لأن أنا النهاردة كمعارض عندما أتحدث بلسان المعارضة فأنا لست تحت أنفذ أجندة الحكومة أو مع الحكومة، أنا بحاول أن أنا أتحدث بلسان المعارضة في ذلك الأمر. طيب، ده وثيق الصلة برضو بفكرة التخوف من الإدارة الأمريكية الجديدة، هل علينا أن احنا نتعامل معها بشكل أكثر انفتاحا ولا نكون متحفزين تجاهها من دلوقتي بشكل استباقي، ولا مصر أكبر من أي تخوف؟ حضرتك شايف برضو المسألة بالذات؟ شوف، دايما مصر كان لها دور في علاقة مع أمريكا، هي علاقة دايما علاقة متذبذبة، في يمكن في الفترة دايما الديمقراطيين بيبقى العلاقة متوترة أو فيها نوع من عدم التجانس في لاهتمامهم برعاية فصيل الإخوان في هنقول المنطقة مش مصر بس، وده يمكن بيأثر بشكل كبير جدا في العلاقة، ولكن نحن لدينا من الخبرة في هذا المجال نتعامل مع الشأن الدولة الأمريكية. يمكن أعتقد أن المعطيات القديمة كلها لم تكون في الوضع الحالي، مصر ليست مصر في قبل 2011، وليست أيضا أمريكا ليست أمريكا قبل 2011. مصر دولة النهاردة فيها مكتملة مؤسساتها بشكل كبير جدا مكتملة، وعندها رؤية، ومصر أصبحت لها دور كبير جدا في المستوى الإقليمي تحديدا وعلى المستوى الدولي. يمكن دائما السياسة لا تعترف إلا بالأقوى، أعتقد إحنا في مصر حاليا لدينا اقتصاد واعد، لدينا جذب استثمارات، لدينا يمكن عندنا مشروع نجحنا فيه أو ملف نجحنا فيه وهو ملف الإرهاب. بلا شك أن كل هذه الأمور الإدارة الأمريكية ستنظرها بشكل مختلف. مصر النهاردة كقوة موجودة في كقوة عسكرية موجودة في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، هي تمثل دور مهم جدا في الإدارة الأمريكية في النظرة للدولة المصرية في ذلك الوقت. أيضا مصر يمكن عندها يمكن في قفزات في محور التنمية تحديدا في قطاع الغاز، وأيضا في ممكن هم هيكون لهم احتياج لنا في ان احنا يشاركونا في إعمار ليبيا وفي إعمار العراق، وفي لأن احنا مصر لها النهارده خبرة في او في هذا المجال، عندنا يعني خبرات كبيره جدا، وعندنا ايضا القدرات البشريه التي تستطيع تنفذ هذه البرامج. سياده النائب،
خلينا برضه في الملف الخارجي وأزمة سد النهضة. أزمة سد النهضة شايفها إزاي وإيه ممكن توصل ليه؟ الحلول ممكن توصل وإيه البرلمان ممكن يعمل في ملف زي ده؟ شوف انا كنت رئيس في المجلس السابق، كنت رئيس لجنه الرد على بيان الحكومه ب لسد النهضه، ويمكن انا تحدثت مع رئيس الوزراء في ذلك الوقت في الجلسه العامه، وطلبت من الشعب المصري التفاف حول القياده السياسيه، وقلت ان لا يعلى صوت فوق صوت المعركه، ونحن امام معركه حقيقيه وهي معركه الحياه، معركه مياه الشرب او معركه المياه، وحقوق مصر التاريخيه في حصه مصر في مياه نهر النيل. اقدر اقول ان على المستوى الدولي ومستوى الخارجي يمكن المفاوض اثيوبي بيحاول ان هو يكتسب الوقت بشكل او باخر. المفاوض الاثيوبي طبعا لديه اجنده بينفذها لتحقيق مصالحه في هذا الشان، لكن عايز اقدر اقوله بقى في هذا الموضوع ان يعني من خلال برنامجكم ان اطمن الشعب المصري ان هناك في خطط موجوده سواء نهر الكونغو او النهارده مشروع اللي هيوفر مياه كبيرة جدا مهدرة زي تغطية المصارف وتغطية الترع، أيضا إعادة استغلال واستخدام مياه الصرف. يمكن النهاردة بنعمل أكبر مشروع في العالم كله كده في منطقتنا في بحر بار، الاعتماد على تحلية مياه الشرب في سواء محافظات محطات تحلية مياه الشرب سواء في بورسعيد وفي محافظات زي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح. كل هذه الأمور أعتقد أنها بدائل توضحها الدولة المصرية، بدائل لأن أنت يكون لو حصل أي لا قدر الله، وإحنا طبعا بنثق في المفوض المصري والقيادة السياسية أنها لن تفرط في لتر مياه واحد في حقوقنا في المكتسبة لمياه النيل.